الكرام مرة ثانية أحييكم وأجدد لكم التحية مع هذه المسيرة المستمرة. شوطنا الثالث عشر يتحرك بفئة الأبكار المحليات الأصايل، ونحن نتحرك إلى الأمام إلى شعار راشد بن سعيد بن سيل بن دليوي على ظهر نوادر المركز الثاني، صبا راشد بن غدير بن سعيد بن غدير المركز الثالث، عندنا سمحة العتيج بن علي بن راشد بن خمية الاستبي المركز الرابع، فهنا وبرة البطي بن سهيل بن سعيد بن دليوي. أما المركز الخامس، المركز الخامس هذا شعار بالعرطي، شعار مطر بن سالم بالعرطي الحميري على ظهر مخيفة، والمركز السادس تأتينا الظبي محمد بن علي بن راشد الاستبي، المركز السابع الشهامة محمد بن عبد الله المسافري، والمركز الثامن هذا شعار أبو عالية، هذا شعار أبو عالية علي بن محمود بن حبيب الرضا بالمركز الثامن، والمركز التاسع غزلان سيف بن مطر بن محمد بالضبيعة الاستبي، والمركز العاشر مودة لعبيد بن سلطان بن عبيد بن مرخان. هذه الأسماء الحاضرة مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء. يا سلام يا الشاعر غدير السبوق تريح أعصابك يا شاعر، تشتهر وين شيع طاريها يقول لو تعشيها يا أبو سعيد وين على ثيابك ما تضيع مروتك فيها. هذا ما قالها الشاعر غدير، هذه القصيدة اللي خذت يعني صدى كبير في دول مجلس التعاون وحتى في الدول العربية، حتى لو بيعلقون على الخيل يا أبوها هاي الأبيات، أبيات جميلة يعني كلنا يتغناها بها. السبوق تريح أعصابك، نعم. المركز الثاني لأن السبوق تريح شاملة، هي إن كانت على خيل المهم تسبق فيك أي شيء، حتى لو في سيارة إن شاء الله، حتى لو تسبق في سيارة ترتاح الأعصاب. المركز الثاني عندنا نوادر سعيد بن سهيل بن دليوي، والمركز الثالث نشوف اللي على ثالث المراكز، أشوف المركز الثالث وبرة بطي بن سهيل بن سعيد بن دليوي، والمركز الرابع عندنا شعار عتيج بن علي بن خمية، المركز الخامس غزلان سيف بن مطر بن محمد بالطبيعة. هذه المجموعة الأولى، خلاص يا بني معدل، خلاص 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 بنصير عند الشاعر، بنصير عند نوادر العملة النادرة، عملة نادرة يبن بن دليوي. يا سلام الشاعر وبن دليوي وين راحوا؟ وين اختفت 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 في الضباب، اختفت في الضباب نوادر، وعندها صبع بالمركز الأول لرشيد بن غدير بن سعيد بن غدير الاستبي. يا سلام يا نوادر، هذه النادرة العدملية، هذه النادرة العدملية اللي خذت المركز الأول، راشد بن سعيد بن سهيل بن دليوي. الشاعر ما يرضى بالانسحاب وايد، الشاعر ما يرضى أنه ينسحب انسحاب يعني وهمي، يمكن أنه يكون انسحاب وهمي. يا سلام يقدم عرض زين المركز الثالث ظني البن دليوي، والرابع والخامس بعيد عنه. شو رايك بالمعدن؟ نتأخر ولا نسير؟ نتأخر ولا الحين انت الربان، السفينة، يا اما تسائل ابنا انت تتحكم فينا الحين. نشوف المركز الثالث، انت المخرج وانت السايق وانت المصور وانت تتحكم في الشوط. المركز الثالث عندنا وبرة بطي بن سهيل بن سعيد بن دليوي، والمركز الرابع الله الله الله، هذه غزلان سيف بن مطار بن محمد الضبيعة، والمركز الخامس العتيج بن علي بن خبية، والمركز السادس نشوف اللي في المركز السادس الشاهنية محمد بن عبيد بالضبيعة. خلنا نشوف السابع يا بني معدن، بيتلاحقن الشباب تراهن في الضباب، يتلاحقن واللي ورا يغيرن قدام واللي قدام يخرن ورا، يعني هذه سنة الحياة، هذه سنة الركض. خلاص روح الحقبنا المركز الأول، خلنا نشوف المراكز الأولى ماذا صار عندهم، عند صبا. يا نسيم الصبا سلم على بن غدير، سلم على الشاعر
وقل له أن صبا بالمركز الأول، ولكن يتن وحده لا تعرف صبا ولا تعرف ضباب ولا تعرف ما شاء الله تعب ولا تعرف إلا المركز الأول. هذه وبرة يا ملا حافظ يا بن دريوي، حافظ على وبرة ضيقة الخاطر تسليها، غيرت من سمعة الزقرة وهزمت في الخالي يديها واخترت من عيني العذرة يوم المضمر يناديها. عبد القادر، عبد القادر يد فوق يا عبد القادر. عبد القادر هو المضمر، هو المضمر. يلا يا راشد، يلا يا ابو سعيد، يلا يا ابو سعيد، يلا يا راشد. خذ الجهاز، خذ الجهاز، خذ الجهاز عند عبد القادر. انت همر، انت همر وانهي. اي خذ الجهاز، خذ الجهاز. يا سلام، راشد بن سعيد بن دريوي هو من يقدم لنا وبره بالمركز الاول، وعصاها قوس، عصاها قوس المركز الثاني. تاتي صبا رشيد بن غدير بن سعيد بن غدير، والمركز الثالث وصلت الشاهينيه. محمد بن عبيد بطبيعه من يوصل الشاهينيه الى المركز الاول، الى المركز الاول. يا سلام يا سلام، يوم ما عندك سبوق ماتيا، هذه ماتيا، هذه ما حد يقدر يجيبها، ما حد يمرد راسه في الهباب ولا غير الهباب. ما شاء الله تبارك الله، وبره وبره نزلت على الشوط في هذا الضباب. شو سالفة الضبابة اليوم؟ يعني ما تبي تفارق الضبابة اليوم، الضبابة خلاص مخيمة مخيمة ما شاء الله ما شاء الله. راحت راحت مع الضباب، مع الطيور الطائرة. اخذوا اليديد، اخذوا اليديد، اخذوا اليديد، اخذوا اليديد. يا وبرة 2016، نهاية 2016، نهاية 2016. تتوج تتوج وبرة في ميدان الهباب بالانتصار، بالانتصار والناموس. تستقبل تستقبل 2017، وهي ناجحة، وهي تجاوزت الاختبارات، تجاوزت الاختبارات، ومالثانوية على الكلية، مالثانوية على الكلية، مالثانوية على اللبسة، على سيارة اللبسة. الهني الهني راشد بن سعيد بن سهيل بن دريوي، نهني على الفوز وعلى الناموس الذي دار في هذا الشوط. 7:54 التوقيت، المركز الثاني، المركز الثاني صبا رشيد بن غدير بن سعيد بن غدير، المركز الثالث الشاهنيه محمد بن عبيد الطبيعه، المركز الرابع حشيمه محمد بن خليفه بن درويش الفلاسي، والمركز الخامس، المركز الخامس اللي هي سمحه العتيج بن علي بن راشد بن خفيه. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء.